أهلا بيكم. المسؤولين في منتخب مصر أكدوا أنه لا توجد أي إصابات داخل الفريق بعد مباراة ملاوي في تصفيات أمم أفريقيا، وأن كل اللعيبة جاهزة لمباراة العودة، خصوصا وأن مباراة الذهاب شهدت تدخل عنيف من لاعب ملاوي مع أحمد حجازي اللي وقع على الأرض، إلا أن تقارير طبيب المنتخب أكدت أن حجازي جاهز تماما للسفر لملاوي. ريجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أكد أن مباراة فريقه قدام زامبيا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة مش هتكون سهلة على الطرفين. وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن منتخب زامبيا قوي وعنيد، وده اللي ظهر لنا ولمسناه في لقاء الذهاب. كمان منتخب مصر الأولمبي اختتم استعداداته لمواجهة زامبيا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب. منتظم ياسر إبراهيم مدافع فريق النادي الأهلي في التدريبات الجماعية واللي أقيمت امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل. وتأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بالنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد بترو سبورت ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية. منتخب المغرب حقق فوز تاريخي على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم في ملعب طنجة خلال فترة التوقف الدولية الحالية. جه الهدف الأول عن طريق النجم المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 29. في الشوط الثاني تعادل النجم كاسيميرو للبرازيل، وفي الدقيقة 67 قبل ما يسجل البديل عبد الحميد صبيري الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 79. منتخب أسبانيا حقق فوز كبير على منتخب النرويج بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من تصفيات أمم أوروبا يورو 2024. نجح المنتخب الأسباني في تحقيق الفوز خلال ظهوره الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد لويس دي لا فوينتي، واللي تولى القيادة خلفاً للمدير الفني السابق لويس إنريكي. منتخب كرواتيا تعادل مع منتخب ويلز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا. وفي نفس المجموعة حقق منتخب تركيا الفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة 2-1. منتخب ألمانيا فاز على منتخب بيرو بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في لقاء ودي خلال استعدادات لماتشات يورو 2024 اللي هتتلعب على أرضه وبين جماهيره. فريق ليفربول الإنجليزي فاز على فريق سلتيك الإسكتلندي بنتيجة 2-0 في لقاء الأساطير اللي جمعهم على ملعب أنفيلد، وسجل ثنائية ليفربول خلال اللقاء ستيفن جيرارد قائد الريدز السابق من ضربة جزاء بالإضافة للتشيلي جونزاليس. خلصت نشرتنا رياضية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع باسنت ومع عبد الصمد. شكرا لك يا هلا.